علاش الخضره درت كرون؟ علاش ما عطيتش طلعت للجبل؟ هذا سؤال كانوا كيطرحوه المغاربه هذه شهرين ولا 3 شهور وما كانش كيلقاو شي جواب. لكن نهار 18 ابريل 2022 جاب اخلوش رئيس الحكومه التبريرات اللي كتبرر هذا الغلاء الفاحش ديال اسعار الخضر، وخاصه المطيشه اللي ركز عليها سي عزيز اخلوش. لكن المبرر اللي عطى رئيس الحكومه ما كيبردش الدم، ما كيبردش الجوف، ما كيقنعش العديد من المغاربه. علاش؟ قال رئيس الحكومه بان من الاسباب التي ادت الى غلاء مطيشه هو ان المصدرين المغاربه كانوا كيبيعوا الكيلو يعني ديال المطيشه برا ب 0.80 الى 0.90 ديال الاورو. لكن مع الازمه اللي عرفتها اوروبا في النقص ديال المنتوج ديال المطيشه خلى واحد الهمزه بانت اليوم، لان المطيشه ولات كتباع ب 2.40 اورو في اوروبا. فهاد الهمزه جعلت المصدرين المغاربه يحولوا المنتوج المغربي كله تقريبا الى اوروبا قبل ان تتدخل الحكومه حسب عز اخنوش لردعهم وايقافهم على هاد السياسه. وهذا هو يعني المغالطه الاولى، لان حنا كنعرفوا بانه المنتج اللي كيصدر مطيشه برا ما كيديرش الانتاج ديالو لداخل المغرب. علاش؟ حيت المواصفات ديال المطيشه في السوق الاوروبيه عندها واحد الكاليبراج معين، عندها واحد الحجم معين، عندها واحد اللون معين الى اخره، وبالتالي هذيك المطيشه الموجهه للسوق الداخلي واخا دول اوروبا فابور ما غاديش ياخذوها، لان الضوابط ديالهم تتناقض مع هذوك الكاليبراج ديال المطيشه ديال المغرب. اللي خلى مطيشه تغلى في المغرب هو المازوت. اللي خلى مطيشه تغلى في المغرب هو الترونسبور تزاد، ان المازوت غلى. اللي خلى مطيشه تغلى هو انه البومبات باش كنجبدوا الماء يعني باش نسقيو الحقول يعني كيحتاجوا المازوت، ديال المازوت غلى. زائد واحد المكون اخر يتمثل فيه كثره الوسطاء والمحتكرين ما بين المنتج الفلاح الصغير وما بين المستهلك. للحكومه اعترفت بوجود هاد الوسطاء وهاد المحتكرين ولم تقوى على محاربتهم وتفكيك هاد المافيا ديال الوسطاء. هذا هو اللي خلى مطيشه يعني تكوي الجيوب ديال المغاربه. كاينه نقطة أخرى اللي حتى هي خلقت التباس عند واحد العدد ديال المغاربة، وهو أنه من جات الحكومة في شخص عزيز الأخنوش وقالت بالفور يا شيفور نحن لن ندعم يعني المازوت، يعني بمعنى المغاربة يعني تدبروا أحوالكم مع هذا الغلاء الفاحش في المحروقات. وحنا كنعرفوا بأنه في وقت الأزمات الحكومة أي حكومة هنا فين كتبان يعني الدور وكيبان حنت يديها. حنا كنشوفوا التجارب المقارنة كيفاش الدول حلات المشاكل وكيفاش واجهت الأزمة. من بين المبررات اللي عطاها عزيز اخنوش لعدم دعم يعني اسعار المحروقات هو انه الميزانيه مثقوبه. انسى بان اللي تقبل الميزانيه في المغرب هو هذاك الريع الذي يرفل في نعيمه البرلمانيون والوزراء والمنتخبون. حنا كنعرفوا في ولايه سابق في ولايه تشريعيه واحده وسبق لنا في فيديو بينا هذا الشيء، كتمشي غير في الريع ديال التعويضات 6 مليار درهم. ولا زدنا عليها هذاك التبذير اللي كتخسروا الادارات والجامعات والمكاتب العموميه والوزارات اللي كيمشي تا هو تقريبا واحد 6 مليار الى 7 مليار، وزدنا عليها واحد المبلغ ديال حوالي ديال 5 ديال المليار اللي في شي امور يعني اللي كان امكان الاداره المغربيه دير فيها التقشف، غادي نوفروا واحد 20 مليار ديال الدرهم اللي كافيه باش نخفوا الازمه على المغاربه. وهذا ما يبين يعني هذا الاصرار ديال الحكومه لرفع الدعم وعدم مساندة المغاربة هو أنه بداية يعني إفلاس شعار الدولة الاجتماعية التي رفعتها هذه الحكومة.